حاجة فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك أنا عايزة أسأل سؤال. اتفضلي. بص حضرتك، أنا بنت أختي باباها توفى، فأخدت المعاش بتاع باباها لأنها مطلقة وما عندهاش أولاد. وبعدين مامتها ماتت، يعني ضفوا جزء برضو من معاش مامتها على معاش. جميل. واختها ماتت وضفوا برضو ايه جزء، يعني معاشها حوالي 6000 جنيه. ممتاز. يا اخ يعني على قده، مرتبه 1500، وعنده بنت مطلق مامتها 3 طلقات، وعنده مصاريف كتير. فانا كل ما اقول لها ساعدي اخوكي تقول لا، انا عندي 12 قطه يعني بابا من الشارع، اللي طرشه والعاميه وكذا بتصرف عليهم الوفات، ومش راضيه تقول لا القطط احق هيدخلوني الجنه عن اخويا. فانا بصراحه مش عارفه يعني هل فعلا القطط دي ليهم حق عليها، ولا اخوها المحتاج الفقير ليه حق عليها؟ طيب عايز اعرف بس. انا على قدي برضه، يعني انا خالته وبساعده على قد ما بقدر، لاني برضه انا معاش ومعاش بسيط، وعندي حفيده قاعده معايا بصرف عليها. طبعا ربنا يديك الصحه. فانا يعني مش عارفه، يعني كل ما اقول لها يعني كاني معاش مامتك ما جاش، كاني معاش اختك ما جاش كده، تقولي لا القطط بيصرفوا عليا بالالفات في الشهر. فانا عايز اعرف يعني هل شكرا ليك، شكرا لحضرتك، وهنسال وصل سؤال حضرتك يا حاجه فاطمه. طيب 6000 جنيه يعني معاش، واخوها بيقبض 1500 جنيه، هي بتصرف على قطط، بيجيبوا حاجه اسمها قطط انقاذ من الشوارع، وبياكلوهم وبيعطفوا عليهم وبيبقوا فعلا رحيمين بيهم جدا، بس مين اولى؟ وانا طبعا عندنا الحديث ان دخلت امراه النار في هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي كذا، ودخل رجل الجنه في كلب سقاه. بس المواقف بقى دي اللي هو ايه؟ اللي هو اللي دخلت النار في هره لانها حبستها، او دخل في الكلب لانه وجد الكلب امامه يلهث فقدم له الشراب، يعني قدم له في الحال الامر اللي هو عايزه. انما لما نيجي نعمل الموازنه بقى ما بين الانسان وما بين الحيوان، ايهما يقدم على الاخر؟ من هو الاكثر نفعا في هذه المساله؟ الانسان يقدم على الحيوان. دي نمره واحد. مش بقول ما تطعمش القطط، لا تجيب لهم وتاكلهم وتشربهم وتعمل كل حاجه، مش بقول لا، لكن بقول ان هنا الانسان يقدم، لان روح الانسان عند الله اغلى من الكعبه. اغلى من الكعبه نفسها اللي الناس بتطوف حواليها كده وتسعى ده، والناس بتتمناها دي، روح الانسان وبقاؤه اغلى منها. دي نمره واحد. نمره اتنين، الصدقه الجاريه مش هتكون في القطط، لان القطه هتموت بكره او بعده، انما الصدقه الجاريه هتكون في الاخ، لان الاخ هيخلف اولاده، الاولاد هيعيشوا من بعد كده، فديك هتبقى الصدقه الجاريه. فهنا الاولى في هذه المساله الاخ، ينبغي عليها ان هي تعيد تفكيرها وتعيد فكرها في الكلام. ممكن يكون بينها وبين الاخ بعض المشاكل ما كانش بيسال عليها، ما كانش بيسالها، لكن الاخ ياخد يكسب المسألة دي بثلاثة أمور، إن دي تبقى صلة رحم، وإن دي هتبقى صدقة جارية ليها إن هي بتعملها، وإن هي بصلتها لأخيها بهذا الفعل كأنها عملت يعني عمل خير واجب هو مقدم عليها في كل الأحوال، لأنه أخوها، يعني ينبغي إن هي تساعد. إذا كانت هي المفروض تدي لأخوها من زكاة مالها، فما بالك إن هي لو ودتها له من باب الصدقات كان ذلك أولى وأفضل. جميل. طيب أستاذ فايز بيسأل، أو إنما أولادكم هي الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الأموال والأولاد فتنة. الفتنة يعني الفتنة في القرآن بتدي بعدة معاني، قد تأتي الفتنة بمعنى العذاب يومهم على النار يفتنون، قد تأتي الفتنة بمعنى الإضلال إن يعني تضل الإنسان، قد تأتي الفتنة بمعنى الانشغال. فالأموال والأولاد هم ده السبيل الذي يشغل الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فأدي معنى مقصود الفتنة. وقد تأتي الفتنة بمعنى الزينة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة برضو، إن هي اللي هي برضو زينة الحياة الدنيا.